بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير طلبتنا الأعزاء الأفاضل، وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 14 Blood Volume. Blood Volume هو Total Amount of Blood Present in the Circulatory System, Blood Reservoir, Organs and Tissues Together Constitute Blood Volume. إذن هو حجم أو كمية الدم الموجودة في جهاز الدوران وخزانات الدم والأعضاء والأنسجة، كلها مجتمعة تكون لنا ما يسمى بحجم الدم. In a normal young healthy adult male weighing about 70 kg, the blood volume is about 5 liter. إذن الشاب ذات الصحة الجيدة، الرجل زين البالغ من الوزن حوالي 70 كيلوغرام، يكون البلد فوليوم تقريب 5 لتر. It's about 7% of total body weight. حوالي 7% من وزن الجسم الإنسان الكلي. It ranges between 6 to 8% of body weight. وبمعدل 6 إلى 8% من وزن الجسم. In relation to the body surface area, مقارنة أو مع المساحة السطحية للجسم, blood volume is 2.8 to 3.1 liter per square meter. فإذا هي حوالي تقريبا 2.8 إلى 3.1 لتر بالمتر المربع. هاي بنحسبها يعني بالعلاقة مع المساحة السطحية للجسم. Variations in the blood volume, هناك اختلافات حسب الباراميترز الآتية. أكو physiological variations, فسلجية, اختلافات فسلجية أو تفاوتات فسلجية. وأكو تفاوتات ما نسميها pathological. الphysiological variations, الage, العمر. Absolute blood volume is less at birth. إذن يكون عمر الولادة يكون أقل. ويزداد increases steadily as the age advances. راح يزداد يعني بطريقة كل ما يتقدم العمر. However, at birth, the blood volume is more when compared to the body weight and less when compared to the body surface area. لذلك بالولادة, ولادة الطفل يكون حجم الدم يعني من أقارنة مع وزن الجسم يكون أكثر, من أقارنة مع المساحة السطحية يكون أقل. At birth and at 24 hours after birth, بالولادة إلى حد 24 ساعة بعد الولادة, البلاد فوليوم يصبح 80 mL/kg body weight. At the end of 6 months, بعد نهاية الشهر السادس, يزداد إلى 86 mL/kg, 86 mL بالكيلو الواحد. At the end of 1 year, نهاية السنة الأولى, it's about 80 mL/kg, 80 mL بالكيلوغرام الواحد. راح بدأ يقل كل ما يتقدم العمر, كل ما يقل البلاد فوليوم. It remains at this level until 6 years of age, يبقى 80 mL/kg. وبعدها عمر 10 سنوات, about 75 mL/kg, ينزل 5 mL, ينزل 75 mL بالكيلوغرام الواحد. و at the age of 15 years, the blood volume is about 70 mL/kg body weight, which is almost the adult volume. وبعد عمر 15 سنة رح يرجع البلاد فوليوم 70 mL/kg body weight, وهو يعتبر يعني الحجم الدم بالشخص البالغ. هذا كله يعني هذا كل الاختلاف حسب العمر. نجي الآن السكس, الجنس. بالميلز عند الذكور the blood volume is slightly more, يكون حجم الدم يعني نوعا ما شوية أكثر من عند الإناث. ليش؟ لأنه increase in erythropoietic blood volume activity, تزداد إفراز الإرثروبويتيك هرمون اللي زيد لنا إنتاج كريات الدم الحمراء. أيضا عندهم زيادة بوزن الجسم body weight, وأيضا عندهم زيادة بالsurface area of the body. In females, بالإناث, it is slightly less because of loss of blood during menstruation. خلال through menstruation تكون
البلاد فوليوم أقل بسبب فقدان الدم في السايكل الدورة الشهرية، ومور فات، وتكون يعني الطبقة الدهنية بها الشحمية أو الدهنية تكون أكثر عند النساء، and less body surface area، والمساحة السطحية تكون أقل من الرجل. بس نجي العامل الثالث، ال surface area of the body. Blood volume is directly proportional to the surface area of the body. إذا هنا أنا قلت تناسب طرديا مع المساحة السطحية، يعني كل ما زادت المساحة السطحية زاد البلاد فوليوم، كل ما قلت المساحة السطحية قل البلاد فوليوم. نمبر 4 body weight، أيضا وزن الجسم أيضا يتناسب طرديا مع وزن الجسم البلاد فوليوم، كل ما زاد وزن الجسم كل ما زاد البلاد فوليوم، وكل ما يقل كل ما يقل البلاد فوليوم. Atmospheric temperature exposure to cold، التعرض إلى البرد الجو البارد reduces the blood volume. إذا التعرض للجو البارد يقلل حجم الدم، بينما exposure to warm environment التعرض للجو الحار لا increase the blood volume. The pregnancy الحمل during early stage of pregnancy blood volume increase by 20 to 30% due to the increased fetal mass and sodium retention. الحمل يعني المراحل الأولى من عنده أو المرحلة الأولى المبكرة من الحمل يزداد 20-30% البلد فوليوم، طبعا بسبب زيادة الوزن أو كتلة الطفل مع تجمع الصوديوم عند الأم. however it reduces in later stages، لذلك تبدي شوي شوي تقل بالمراحل النهائية من الحمل. Exercise 7. Exercise increase the blood volume by increasing the release of erythropoietin and the production of more red blood cells. And then بالتمارين الرياضية، ممارسة الرياضة يزداد حجم الدم بسبب زيادة إنتاج الأرثروبويتين اللي يزيد نقرات الدم الحمراء. البوستشر أيضا الوقوف standing الوقوف يعني erect posture بانتصاب for long time لفترة طويلة reduces the blood volume راح يقلل حجم الدم. ليش؟ بسبب about 15% 15% it's because of pooling of blood in the lower limbs while standing increases the hydrostatic pressure. لين يقول يبدي الدم يبدي يعني ينزل إلى الأطراف السفلى ويزيد الهيدروستاتيك بريشر، لذلك البريشر راح ايش يسوي pushes the fluid، هذا البريشر راح يدفع السوائل من الأوعية الدموية into the tissue spaces الفراغات الموجودة بالأنسجة so the blood volume will be decrease. ال high altitude blood volume increases in high altitude، إذا المرتفعات يزداد blood volume it is because of hypoxia بسبب نقصان الأكسجين which stimulates the secretion of the erythropoietin أيضا بسبب راح يسبب لنا أو يحفز لنا إفراز مادة الأرثروبويتين and induces the production of the more red blood cells which leads to increase blood volume راح يزيد لنا كريات صناعة كريات الدم الحمراء وبالتالي يزيد لنا blood volume. الإيموشن أيضا عندنا الحالة العاطفية أو النفسية excitement الإثارة increase the blood volume it's because of sympathetic stimulation أيضا بسبب التحفيز الجهاز السمبثاوي and which causes splenic contraction راح يسبب لنا تقلص في عضلة الطحال and release of stored blood into circulation راح يحرر الدم المخزون بالطحال إلى الدورة الدموية بالجسم. Pathological variations abnormal increase in the blood volume is called hypervolemia. إذا من الزاد نسميه مصطلح ما يسمى بhypervolemia. إذا abnormal decrease in the blood volume يعني أكو زيادة غير طبيعية وأكو نقيصة غير طبيعية في blood volume، فالزيادة الغير طبيعية نسميها hypervolemia الغير طبيعية abnormal مو normal abnormal، والنقيصة الغير طبيعية أيضا تسمى شنو بالhypovolemia. measurement of blood volume قياس يعني حجم الدم. blood volume is measured by two methods direct method and indirect method، طريقة مباشرة وغير مباشرة. طبعا الطريقة المباشرة يقول بها يعني حقيقة بها تضحية بالحياة وقطع الرأس أكثر شيء، يعني هو يستخدم فقط للحيوانات. وأيضا الـ indirect method هنا أنا indirect method is advantageous because it is used to measure the blood volume in human beings. هاي ممكن تستخدم للإنسان without causing any discomfort or any difficulty to the subject بدون سبب صعوبة أو فد يعني
مرض للإنسان. زين، هنا أنا طبعا direct method only in animals, indirect method blood volume is calculated by two states. هنا أنا يعني قلنا الطريقة المباشرة فقط للحيوانات، يتم يعني قطع رؤوسها وحساب الدم النازل بيها بطريقة، هاي طبعا ما قريت لكم هاي، يعني هي الاطلاع حقيقة هاي. والإندايركت ميثود هي blood volume is calculated by two stages، عندنا تحديد يعني كتلة الكريات الدم الحمراء و estimating plasma volume وحجم البلازما. بس هاي هنا نفس المجرمات قلنا للاطلاع، مجرمات of total blood volume involve two steps، خطوتين تحديد البلازما volume والخطوة الثانية تحديد blood cell volume. البلازما فوليوم ايضا بطريقتين، انديكيتر اور داي ديليوشن تكنيك وراديو ايزوتوب ميثود، وعندنا هاي قلنا الاطلاع. وتحديد البلاد سيل فوليوم او اللي نسميه احنا البلازما سيل فوليوم هي هيماتوكريت فاليو. احنا اول طريقه ايش قلنا؟ قلنا البلازما فوليوم والبلاد سيل فوليوم. هسه البلازما فوليوم بهاي الطريقه، والطريقه الثانيه تحديد البلاد سيل فوليوم للهيماتوكريت والراديو ايزوتوب ميثود. هاي طبعا حقيقة كل هالاطلاع هاي حطيتها يعني بالمختبرات تستخدمون هاي الطريقة. Regulation of blood volume. Various mechanisms are involved in regulation of blood volume. The important one هي الرينال، يعني عن طريق الجهاز البولي، والهرمونال ميكانيزم عن طريق الـ يعني الغدد الصماء الافراز الهرموني. Hypothalamus نسميه احنا ما تحت المهاد، plays a vital role in the activation of these two mechanisms during the regulation of the blood volume. When blood volume increases, hypothalamus causes loss of fluid from the body. يزداد حجم الدم للجسم. شو يسوي هذا؟ هذه الغدة الموجودة بما نسميها ما تحت المهاد بالدماغ. هذه يعني تسبب لنا فقدان بالسوائل من الجسم. زين، يقول لما البلد فوليوم لا يقل، الهايبوثلاموس راح يحفز على جمع الماء والسوائل في الجسم. Hypothalamus regulates the extracellular fluid، ينظم حجم الدم بخارج الخلية وبالخلال يفعل الكليتين والسويت جلاند الغدد العرقية and by inducing thirst ويحفز لنا على العطش. Hormones also are involved in the regulation of blood volume through the regulation of the extracellular fluid volume. Hormones which are involved in the maintenance of extracellular fluid volume are antidiuretic hormone, aldosterone, cortisol, arterial natriuretic peptides. Applied physiology, التطبيقات الفسيولوجية. Hypervolemia as we mentioned, increase in the blood volume اللي هو طبعا نعتبره شنو abnormal increase بالblood volume is called hypervolemia. It occurs in the following pathological condition. Hyperthyroidism, blood volume increase when because thyroxine increase the red blood cell count and the plasma volume. إذن زيادة بهرمون الثيروكسين. Hyperaldosteronism أيضا زيادة بتجمع الصوديوم والماء سبب لنا زيادة بالإكستراسيلر فلويد فوليوم والبلاد فوليوم. السيروسيس أوف ذا ليفر تشمع الكبد أيضا نفس الحالة يزيد لنا البلاد فوليوم. والكونجستيف كارديك فيلر ريتينشن أوف ذا صوديوم أكرز إن ذيس كونديشن. صوديوم ريتينشن ليدز تو ووتر ريتينشن أند ديكريز إن ذا إكستراسيلر فلويد فوليوم بلازما فوليوم أند بلاد فوليوم. ايضا عندنا عجز القلب الاحتقاني ايضا يسبب لنا تجمع بالصوديوم والسوائل ويسبب لنا زياده بالبلاد فوليوم. الهايبوفوليمي اللي هو قلنا ديكريس بالبلاد فوليوم، ابنورمال ديكريس بالبلاد فوليوم، ات اكرز ان ذا فولوينج باثولوجيكال كونديشنز، هيموريج اور بلاد لوس، ايضا عندنا قلنا من خلال النزف او الفقدان الدم، اكيوت هيموريج نتيجه الاكسيدنت، الحوادث، الكرونيك هيموريج اكر ان ذا اولسرز بالقرحة المعدة او الاثنا عشري، بليدنج بايلز نزيف البقوليات، اكسسيف يوتراين بليدنج ان فيميلز دورينج منستريشن. الفلويد لوس ايضا فلويد لوس اكرز ان بيرنز، فقدان السوائل بحالة الحروق، الفوميتنج التقيؤ، الدياري الاسهال، اكسسيف سويتنج التعرق الكثير، و البوليوريا زيادة التبول عدد مرات التبول عند الإنسان تصير أكثر شيء في حالة مثلا الديابيتس أو أمراض أخرى. هيموليسيز excessive
Destruction of the red blood cells occurs because of presence of various hemolytic agents. زين أيضا التحلل راح يسبب يعني تحطم كريات الدم الحمراء أيضا حقيقة يعني بسبب أكو عوامل محللة مختلفة مثل الهايبوتونيك سوليوشن محلول منخفض التوتر أو سنيك فينم سم الأفعى أو الأسيديتي أور الكالينيتي القاعدية والحامضية مسماش دي بلاد ترانسفيوجن نقل الدم الغير مطابق أو المفحوص هيموراجيك سمول بوكس الجدري النسفي أنت ميزلز الحصبة. السبب الرابع عندنا الأنيميا بلاد فوليوم ديكريز إن فارس تايب أوف أنيميا فقر الدم إذا نقل بي البلاد فوليوم بسبب أقل بي ريد بلاد سيل كاونت. In some cases the quantity volume of blood remains the same but the quality of the blood alters. يعني نفس الكمية مالت حجم الدم ولكن النوعية مالته تتغير. Blood becomes dilute يصبح مخفف hemodilution because of the entrance of a fluid into the blood vessel بسبب دخول كمية من السوائل إلى الأوعية الدموية. والآخر سبب هو الهايبوثايرويدزم يورينك هايبوثايرويدزم the blood volume is decreased because of reduction in the plasma volume under the blood cell count. أيضا عندنا من ينخفض معدل هرمون الثايروكسين سبب ما يسمى بالهايبوثايرويدزم البلاد فوليوم راح يقل بسبب قلة البلازما حجم البلازما وكريات الدم الحمراء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.